المغاربة الوطنية دفينة في صدورهم، شعلة فينا. المهدي بن بركان من القادة الوطنيين المتنورين اللي كان تيسعى باش يكون المغرب دولة حديثة عصرية. القائد ولا الرائد هو هذاك الحكيم اللي تيلقى واحد المناسبة التي يمكن فيها إيقاظ ديك الشعلة. المغاربة الوطنية دفينة في صدورهم، ولكن الدرس التاريخي هو الذي ينفض عليها الغبار. وبالتالي الحكيم ولا القائد ولا الرائد يكون في المعارضة ولا يكون في السلطة، هو هذاك الحكيم اللي تيلقى واحد المناسبة التي يمكن فيها إيقاظ ديك الشعلة، شعلة فينا. اتفاق طبعا بين محمد الخامس والدينامو، وانا نسمي الدينامو اللي هو بركة، الذي ولو ان ما عنديش ارشيف صريح ولكن حسب فهمي للمرحله الفكره جات منه، لانه متشبع ببعض الافكار الاشتراكيه سواء في الصين ولا في يوغوسلافيا، اوحى للسلطان اللي هو اصبح ملك محمد الخامس، اوحى له بالفكره. ومحمد الخامس كإنسان غيور على بلاده ارتأى في أن الفكرة وجيهة جدا لتعبئة الشباب. واحد المجهودات من النخبة المغربية باتفاق مع السلطان اللي ولا ملك محمد الخامس، والحركة الوطنية اللي لعبت واحد الدور وعلى رأسها المهدي بن بركة، اللي بغات دير من هاد الورش واحد رمزية، واحد مدرسة ديال بناء المواطن. كان من القادة الوطنيين المتنورين اللي كان تيسعى باش يكون المغرب دولة حديثة عصرية، ماشي فقط بمعنى التحديث البنيات التحتية، ولكن البنيات التحتية وترافقها أيضا البنية الفوقية اللي هي عقلية ذهنيات الشباب. وهذا الشيء اللي جعل المهدي بن بركة فكر في له فيها مآرب شتى، نقولوا بالعربية الفصيحة، كانت عنده فيها أغراض كثيرة.
حصلت على الاستقلال في مارس 1956. شكون غيبني هذا الاستقلال؟ والبناء ماشي فقط الطريق، ما طريق اكاد نسميها بانها ذريعه فقط، بالرغم من انه اختار لها واحد الرمزيه اللي هي مهمه، هي توحيد الشمال والجنوب، اي اللي هي المنطقه الاسبانيه بين مزدوجتين سابقا، والمنطقه الفرنسيه واللي تسموها المؤرخين المنطقه السلطانيه والمنطقه الخليفيه. ولكن ما هو أكثر من ذلك، ماشي هي 60 كيلومتر اللي تبنات بين تونات وكتامة، هي مجرد 60 كيلومتر تبنات في الصيف ديال 1957، اللي هو أكثر منها في دهن بن بركة تلخص واحد القولة ديالو: نحن نبني الطريق والطريق تبنينا. كتعرفوا الطرق كاين كثيرة في المغرب، ولكن هذه علاش اخترناها وعلاش مفيدة؟ جوج الأسباب. أولا لأنها كتربط ما بين الشمال والجنوب وكتوحد الكسدة ديال المغرب، وثانيا لأنه درناها مدرسة فين تجمعوا جميع الشبان ديال المغرب باش حلوا دماغهم وتعلموا هذه الأفكار الجديدة اللي غادي يوصلوها لمحلتهم. تبنينا كمواطنين يحبون وطنهم، كمواطنين مجندين، والمجند الاول هو الامير مولاي حسن. باش تشوفوا دوك الصور والامير مولاي الحسن بالشورت ديالو ومشمر على الساعد ديالو ومسجل كمتطوع رقم واحد، هذا في حد ذاته فيه كثير من الرمزيه. العلاقة بين محمد الخامس والمهدي بن بركة وعلال الفاسي والأمير مولاي الحسن هي ترتبات إبان الكفاح ضد الاستعمار، وبالتالي ليست جديدة. وما رأيناه سواء في تمليلين أو في طريق الوحدة أو في أوراش أخرى ما هو إلا استمرارية لهذا التفاعل. مر يوم جميل وأشرقت غزالة يوم آخر جميل، الفرق تنهض للعمل في نفس اللحظة وتبتدئ الأشغال في الأوراش جميعها. هذا التفاعل وهذا اليد في اليد اللي كان حتموا الاستعمار وحتموا ايضا بناء الوطن الجديد، بناء المغرب المستقل. تنعرفوا من بعد انه بعد الانقسام اللي حصل في حزب الاستقلال وخرجات اليونيف بي وتيارات متصارعه، الحركه الوطنيه فقدت ذلك التماسك الذي اساء الى كثير من الاوراش، اوراش بناء المغرب الجديد. استلهام الدرس التاريخي انا تيبان لي انه كل ما كانت انت طبعا اشرت الى هذيك السنوات ديال العجاف ولا التباعد بين القوى الديمقراطيه في البلاد
والملك الحسن الثاني، ولكن نفس عندما نادى الملك الحسن الثاني إلى المسيرة الخضراء عاود شفنا بأن ما بقى لا يسار ولا يمين، يعني إلا فئة قليلة التي نعرف جميعا، ولكن أغلبية الغالبة عاود بغات أن تنخرط في المشروع. المسيرة الخضراء راه عبقرية، نحكموا عليها كيف ما بغينا. يكون بغى الحسن الثاني أكثر من 350 ألف لو حصل على أكثر. المسيرة الخضراء أنا إلى حد ما طريق واحدة أخرى، لأنها فيها تعبئة، فيها شباب اللي مشاو الناس وتقرصوا تحت الخيام، ولكن والآن تيفتخروا.